السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عملت لنا في هدوم لبس العيد. المرتب مش هيكفي يا ماما. ليه بس؟ لا لسه مستلف، فالين من ايه هدوم ولحمه؟ انا معيش فلوس. طب والحل يا حاج؟ بص، خد 300 جنيه وانزل لي هات لي هدوم. 300 جنيه بس يا حاج؟ هو ده 300 جنيه ولا؟ هاتهم احسن من عينيك. تقول لي حاجه؟ لا ما بقولش يا حاج، ربنا ما يحرمنا منك. انا عارفه ما طلعتش مرتب يوم الفؤاد ليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا نرق يا ولاد. ما تقول بكام يا اخويا؟ اقول لحضرتك البنطلون ب 150 والقميص ب 90. ولا كانك قلت حاجه. بمعنى الاثنين دول 70 جنيه. 70 جنيه؟ اه حلوه قوي ال 70 جنيه. ليه؟ الله يرزقك يا عم بال 70 جنيه وخلاص. مش هينفع والله. يا راجل خليك حلو كده، ده احنا في ايام مفطره وعيد وخير ربنا كتير. الله. ست انت جايه تر عليا في شغلي. يا سي الله يزيدك والله يبارك لك. هما ال 70 جنيه حلوين؟ لا حضرتك 150 و90. يوه مش هيجي، ما تكسرش الخط من الواد بقى. واد مين ده؟ شحت. هو مسلقه، هو بس طويل شويه، بس هو الطفل السعيد. فكك منه يا اخويا، ما تعصبنيش. الجو حر عندكم قوي كده وانا مش مستحمله لوحدي. ال 70 جنيه مرضي بيهم؟ مش بالست. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مشوفش. لا 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 انا ست حقانيه، لا لا انا ست حقانيه. 20 جنيه خلي ال 20 جنيه معاك، وادي يا سيدي مني 50 جنيه على 20، وادي ال 70 اللي اتفقنا عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا حبيبي، بالراحه شويه. ربنا من بالراحه. السلام عليكم. شفت جبت ايه الواد يا حاج؟ لا جدع يا منى، مدبره قوي. الله يخليك يا حاج. هكفك انا. ازاي؟ روح يا ولد، مش جايب لك هدوم عيد؟ روح انزل وديها لاصحابك، وريها لاصحابك. انزل يلا. يلا حضرنا الحمام. ايوه بقى.